السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. فيديو اليوم ان شاء الله تتمه الدرس ديال تريونغل ريكتانغل اي سيركل. هذا الجزء الثاني ديال هذا الدرس هذا، من بعد ما شرحت لكم في الفيديو اللي داز دونك لي بروبريتي اللي ضروريين تشدوهم، درتهم لكم وشرحتهم لكم بواحد الطريقه اللي هي مبسطه. شنو اللي ضروري خاصكم تشدو؟ عندنا مثلا في الدوني واحد تريونغل ريكتانغل، كنستنتجو بلي راه او ريكتانغل اون ام. عندنا في دوني واحد تريونغل ريكتانغل اون ام، كنستنتجو بلي راه ام ابارتيان سيركل دو ديامتر ا بي في دوني، والعكس ديال هاد الخاصيه يعني راه عكسيه. يعني الا عندك ام ابارتيان سيركل دو ديامتر ا بي فاين تريونغل ا ام بي اي ريكتانغل اون ام. عندي فلي دوني عاوز ديال ليكزيرسيس، عندي تريونغل ا ام بي اي ريكتانغل اون ام، وعندي بلي راه او ميليو ديال ايبوتينيوس ا بي، فان لا كونكلوزيون فان المسافه ا او ام كتساوي 1 على 2 ا بي، والعكس ديال هاد الخاصيه كتكون عكسيه. تري بيان، نمشيو اليوم غنشوفو تيوريم دو بيتاغور. تيوريم دو بيتاغور، وهادشي جديد عليكم، يعني هاد التيوريم يعني جديد عليكم هذا العام. تيوريم دو بيتاغور يعني مبرهنة فيثاغورس. مبرهنة فيثاغورس، تيوريم الشرح ديالها باللغة العربية هي مبرهنة بيتاغور يا فيثاغورس. غتقولي شنو هي بيتاغور، شنو هو فيثاغورس؟ فيثاغورس اسم ديال واحد الشخص، هو اللي اكتشف لينا هاد المبرهنة هادي. بيتاغور فقط واحد الاسم ديال واحد الشخص هو اللي اكتشف هذه المبرهنه. شوفوا بيتاغور شنو كتعني بيتاغور، الشرح ديالها فيثاغورس اشنا هي فيثاغورس، فقط اسم ديال واحد الشخص. دونك عقلوا على هذه المبرهنه هذه، دخلت هي في هذا الدرس واللي هي جديده عليكم، نشرحوها وهي كالتالي. عندي واحد تريونغل ريكتانغل، عندي تريونغل ريكتانغل هو هذا مثلا، تريونغل ريكتانغل ا بي سي، هذا سي تان تريونغل ريكتانغل اون ا، قائم الزاويه في ا. تري بيان، كتقول لي هاد تيوريم دو بيتاغور، عرفتيش كتقول لي؟ كتقول لي بلي هاد الكوتي هذا او هاد الضلع هذا ديال هذا بالضبط شنو كنقولوا ليه؟ كنقول ليه ايبوتينيوس. ردوا البال، ليبوتينيوس او لا الوتر، هاد الضلع كنسميوه الوتر. صافي، هادي لونغل دغوا، هذا الكوتي ديال اونغل دغوا، ياك هذا الضلع ديال هاد الزاويه القائمه، وحتى هذا بحد ذاته كوتي ديال اونغل دغوا. صافي، ردوا البال، هذا الضلع ديال الزاويه القائمه وهذا الضلع ديال الزاويه القائمه، دونك الزاويه القائمه ديالي هي هذه، هذا الضلع ديالها وهذا الضلع ديالها. صافي، فقط شرح. قال لك سيدي تيوريم دو بيتاغور شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا بلي راه هاد الايبوتينيوس دونك الضلع الكبير لي اونفاس مع ديك الزاويه القائمه، ها هو بي سي، الا درنا ليه اس اثنان، اش كيساوي لينا؟ كيساوي لنا هاد الكوتي ديال لونغل دغوا اس اثنان زائد هاد الكوتي الاخر اس اثنان. صافي، كيساوي ليا ا بي اس اثنان زائد ا سي اس اثنان. اعيد واكرر، مبرهنة فيثاغورس او لا تيوريم دو بيتاغور بالفرنسيه كتقول لينا بلي ليبوتينيوس ديال واحد الريكتانغل، ردوا البال عفوا، ديال واحد تريونغل اللي هو ريكتانغل مثلث قائم الزاويه، الله يرضى عليكم، ردوا البال، مثلث قائم الزاويه كنطبقوا فيه هذه القاعده هذه، ما كاينش شي مثلث اخر اللي غتقبل لينا فيه هذه القاعده. دونك مثلث القائم الزاويه كتقول لينا بيتاغور، المبرهنه تيوريم ديال بيتاغور كتقول لنا بلي راه ليبوتينيوس هذاك الوتر اس اثنان، المسافة أس اثنان كيساوي ليا هاد المسافة أس اثنان زائد هاد المسافة أس اثنان. صافي، دونك عندي مثلث
قائم الزاوية في A. دونك BC أس 2 هو هذا كيساوي لي AB أس 2 اللي هو هذا زائد AC أس 2. عقلوا عليها الله يرضي عليكم. هذه مبرهنات فيثاغورس المباشرة مباشرة. بالنسبة لمبرهنات فيثاغورس العكسية هي اش؟ هي كنبينوا بلي هذاك المثلث واش قائم الزاوية ولا لا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ مثلا كتمشي كتشوف واحد الضلع عاطينك مثلا فيه واحد شحال كيساوي وهاد الضلع شحال كيساوي، كتبينوا بلي هاد الضلع بي سي اس 2 كيساوي ليا كيساوي ليا هادي اس 2 زائد هادي اس 2. مادام ان هادي كتساوي هادي فان المثلث قائم الزاويه. هادي كنسميوها مبرهنه فيثاغورس العكسيه ريسيبروك، يعني كنقول ليها ريسيبروك. تري بيان. عندي اكزرسيس. اكزرسيس هو التالي، واحد المثال ديال هاد الخاصيه اللي شفنا دابا. قال لك اسيدي كالكولي المسافه اف تي. حنا نشوفوا الشكل ديالنا اللي حطينا له. راه هو عندي واحد المثلث، وكيف داير هذاك المثلث؟ عندي فيه واحد العلامه هنا وعلامه ديال زاويه قائمه، دونك هذاك المثلث فانه قائم الزاويه في اس. وعندي هذا الضلع اللي هو القطي ديال الزاويه القائمه كيساوي 24 سنتيمتر، وعندي 10 سنتيمتر هذا الضلع حتى هو للقطي ديال الزاويه القائمه. دونك هذا لي اون فاس هو لي بوتينوس، هو لي بوتينوس الضلع لي اون فاس اون فاس مع الزاويه القائمه هو ار تي اللي بغينا حنا نحسبوه وما عارفينوش. صافي شنو غنكتبوا؟ شنو غنكتبوا في طريقه الاجابه؟ شوفوا طريقه الاجابه وحفظوها مزيان. عندي اون غنقولوا لدينا ار اس تي ار اس تي est un triangle rectangle فاش اون اس. ردوا البال خاصكم تبينوا الاستاذ فين قائم الزاويه، واش في ار ولا اس ولا تي. عندنا اس هي الزاويه القائمه. تري بيان شنو غتكتبوا؟ قال لك اسيدي احسب ار تي باش نطبقوا القاعده اللي درنا قبيلات. الا بتحسبوا المسافه بيان سور ديال واحد الضلع من اضلاع المثلث قائم الزاويه كنطبقوا القاعده ديال مبرهنات فيثاغورس او لا تيوريم دو بيتاغور. تري بيان. دونك اش غتكتبوا الاستاذ؟ غتكتبوا ليه ان ار اس تي تان تريانجل ريكتانجل او ان اس، لان مبرهنات فيثاغورس قبل ما تهضر عليها غتحط ليه بلي راه عندي مثلث قائم الزاويه. راه الا ما حطيتي الاستاذ راه عندك مثلث قائم الزاويه، راه عندك مشي لك واحد جزء من النقط اللي غيحط لك ديجا على هذاك السؤال ديالك. دونك غتكتب ليه دابري لو تيوريم دو بيتاغور، دابري لو تيوريم دو بيتاغور من خلال مبرهنة فيثاغورس عندنا اون اش غتكتبوا؟ غتكتبوا باللي راه ليبوتينيس او كاري اللي هو المسافه ار تي اس 2 كيساوي لنا المسافه اس تي اس 2 زائد المسافه اس ار اس 2. شفتوا؟ تري بيان. المسافه ار تي اس 2 اللي بغينا نحسبوا نحطوها هنا حيت مازال ما لقيناهاش، هي اللي بغينا نحسبوا. كنشوفوا المسافه اس تي، اس تي شحال كيساوي؟ هي 10 سنتيمتر، وكنديروا لها اس 2. تري بيان. هنا كنعوضوا المسافه اس تي بشحال عندي في الشكل ديالي، عوضناها. وكنعوض اس ار شحال عندي في الشكل ديالي؟ 24. هاي 24 اس 2 ار تي اس 2 10 اس 2 اللي هي اش؟ اللي هي 100. 24 اس 2 هي 24 مضربه في 24 كم تساوي؟ كتساوي 576. نتوما غديروا العمليه وغتخرج لكم في الكالكيلاتريس 576. شحال غادي تخرج ليا ار تي اس 2؟
أتخرج لي باللي 100 + 576 هي 676. 676 هادشي اللي خرج لي في ار تي اس 2. غتقولوا لي هذه المسافه هذه، شوفوا هذه فيها 24 وهذه فيها 10، واش حنا غتقولي لي واش غتحطي الاستاذ 676؟ لا، الا رديتو البال ار تي اس 2 اللي خرجت لي كتساوي 676. دونك خاصنا واحد العدد اللي نضربوه في واحد العدد كتعطيني 676، داك العدد اللي بينا نجبدو. غتمشيو للكالكيلاتريس ديالكم، ياك اللي عنده الكالكيلاتريس اللي عنده ماكينه الحساب غيشوف واحد الرمز، هذا الرمز هذا اللي هو جديد عليكم ما قريتوش، غتقراو العام الجاي ان شاء الله. هذا الرمز سميتو جدر مربع، شفتو دير بحال هكا، دير بحال هكا، شفتو غتديروا ملي تحلوا الكالكيول ديالكم ديروا جدر تكليكيو على داك الرمز وتحطوا 676، شحال غادي تخرج لكم؟ شفتوا غتعطيكم واحد العدد، وداك العدد الا ضربتيه في داك العدد غتعطيك 676. دونك غتديروا هذا الجدر وتديروا 676 غتخرج لكم في ماكينه الحساب هي اش. دونك غتديروا بحال هكا، غتديروا جدر 676 كيساوي ليا غيخرج ليا 26. دونك المسافة ار تي ما بقاتش اس 2 ولات غير ار تي دابا كتساوي اش 26 سنتيمتر. دونك شحال لقيت في هاد الضلع ار تي؟ لقيت فيه 26 سنتيمتر. هاو صافي، اعيد واكرر طريقة الاجابة وهي كالتالي. عندي عطوني واحد مثلت بلي هو قائم الزاويه، عطوني هاد المسافه شحال كتساوي وهاد المسافه شحال كتساوي بين المسافه الكبيره ديال لي بوتينيس اللي ما عارفينهاش، وحنا عارفين بلي داك المثلت راه قائم الزاويه. فقط يقول لك راسك طبق تيوريم دو بيتاغور باش تجاوب على ديك المساله. تيوريم دو بيتاغور اللي هي هذه طريقه الاجابه وهي كالتالي. غتقولوا لدينا ار ار اس تي اي تان تريانغل ريكتانغل اون اس، ياك مثلت قائم الزاويه في النقطه اس. Très bien. D'après le théorème de Pythagore, on a, من خلال مبرهنة فيثاغورس، لدينا المسافة اللي هي RT لبوتينيس أو كاري، RT أو كاري كتساوي ليا ST أو كاري زائد SR أو كاري. كتمشيو RT أو كاري هي علاش كنقلبو، والآخرين كتعوضوهم بالقيم اللي عندنا في الشكل. عندي ST أو كاري هي 10 او كاري، عندي غير اس تي اللي كتساوي 10 سنتيمتر، ولكن انت كتهزها او كاري. فوالا هادشي شفتو هو الطريقه ديال الاجابه الصحيحه اللي خاصكم تتبعوها باش تجاوب. زائد 24 او كاري، 24 شنو هي؟ هي المسافه ار اس، شفتو اس ار ولا ار اس كتساوي 24، خصنا ليها او كاري باش نجاوبوا على ار تي اس 2 وبطبيعه الحال من خلال مبرهنه فيثاغورس. خرجت لي في الاخر ملي جمعناهم خرجت لي 676، وهذيك 676 ماشي تحطها للاستاذ وتقول ليه ار تي كتساوي 676. واش عمرك حنا شوف عندنا هنا غير بالسنتيمتر وعندنا المثلث صغير، قال لك هادي 26 تحط لي 676. واش 676 كاع ليه هنايا وهادي فيها 24 وهادي 10 تحطي انت 676؟ هذيك راه لو كاري ديالها، راه لو كاري ديالها. دونك اش ار تي باش نخرجوها كنديروا الجذر ديال داكشي اللي خرج لينا، شفتوا كديروا ليه الجذر. ملي غديروا ليه الجذر الطريقه اللي قلت لكم في ماكينه الحساب، كاين واحد الرمز اللي داير هكا، واحد الرمز في الكالكول ديالك داير بحال هكا، كتكليكي عليه اوتوماتيكمون كتكليكي على الرقم اللي بغيتي دير ليه الجذر ديالك صافي، وكدير تساوي غتخرج لك 26، وهاديك 26 هو العدد اللي كنقلبوا عليه. 26 سنتيمتر هو المسافه ار تي. تري بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزيرسيس مزيان. دابا غنعطيكم مثال واحد اخر، غندير لكم المبرهنه العكسيه. شوفوا المبرهنه العكسيه ديال هاد
تيوريم دو بيتاغور. شنو هي المبرهنه العكسيه؟ هنا كنبرهنوا علاش برهننا المبرهنه المباشره. شنو قالت لينا؟ قالت لينا احسب المسافه. ياك المبرهنه العكسيه شنو هي؟ بين ان المثلث قائم بالزاويه، دونك العكس ديال الخاصيه. ردوا معايا البال من هاد ليكزيرسيس هذا اللي عطيتكم دابا. عطيتكم مثلث وقلت لكم شوفوا الكيستيون، شوفوا الكيستيون اللي ردي عليكم. اسكو لو تريانجل دي اش بي اي ريكتانجل اون دي؟ شوفوا السؤال شنو هو، بين ان واش هاد المثلث راه قائم الزاويه في ماذا؟ في دي. خصنا نبينوا بلي راه قائم الزاويه، حنا ما عارفينش بلي داك المثلث واش قائم الزاويه. شوفوا المعطيات، عطاوني هاد الضلع شحال كيساوي وهاد الضلع شحال كيساوي وهاد الضلع شحال كيساوي. وشفنا داركم غتقولوا اوتوماتيكمون غتحطوا في الجواب دابري لو تيوريم دو بيتاغور اون ا اش بي او كاري كتساوي لنا ا دي او كاري زائد دي بي او كاري. تبركوا تحسبوا تحسبوا تحسبوا. لا، لي بدا طريقه الاجابه في هذا الشكل. لا، لماذا؟ شنو كتقول لنا تيوريم دو بيتاغور؟ كتقول لنا عندك ديجا راه قائم الزاويه، ياك ديجا عندك المثلث قائم الزاويه. ملي كيكون ديجا عندك المثلث قائم الزاويه كتكتب ليه، عندك الحق تكتب ليه راه اش بي او اثنان كتساوي، ياك تقول ليه بلي دابخي لو تيوريم دو بيتاغور اون. هنا لا، هنا لا، هنا راه عندنا خاصنا نبينو بلي داك المثلث راه قائم الزاويه. امتى عندك الحق تقول ليه دابخي لو تيوريم دو بيتاغور؟ فان هذيك المسافه اس اثنان كتساوي هذيك اس اثنان زائد هذيك اس اثنان، ما عندكش الحق. الله يرضي عليك، رد البال، حيت حنا ما عندناش بلي هذاك المثلث قائم الزاويه. حنا راه بينا نبينوه واش قائم الزاويه، بينا نبينوه واش قائم الزاويه. دونك اش غنقولوا؟ غنحسبوا واش فعلا هذه اس اثنان زائد هذه اس اثنان غتعطينا هذه اس اثنان. خاصنا نبينوا بلي هذا الضلع ا دي، عفوا اش دي اس اثنان زائد دي بي اس اثنان، خصنا نبينو بلي كيساوي ليا اش بي اس اثنان. هادشي اللي خصني نبين ملي غنبدا نحسب هنا. ولكن ما تحطوش هاد القاعده هنا، ما تحطوهاش. غتقولوا الاستاذ غنحسبوا كل وحده بوحدها، اولا بغيتو تحطوا هادي حطوا. اون فا ديمونطري كو، خاصنا نبينو بلي اش دي اس اثنان زائد دي بي اس اثنان كتساوي لنا اش بي اس اثنان. كتبوا هذيك القاعده اولا اوتوماتيكمون غتبداو تبداو تجاوبوا وتكتبوا الاستاذ لنحسب اون كالكول سيباريمون. سيباريمون شنو كنعني سيباريمون؟ يعني كنحسب كل وحده بوحدها، ما تحطش ليه هذه بحال هكا. تقول لي غنحسبوا اش بي اس اثنان هي الاولى، اش بي اس اثنان هي الاولى شحال كيساوي ليا؟ كتساوي ليا اش بي هي هادي كتساوي ليا 7 اس اثنان كتساوي ليا 49. هاي لقينا هادي كتساوي 49. دابا شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا هادي، هادي دونك نحسبوا تا اش دي اس اثنان زائد دي بي اس اثنان واش كيساوي ليا نيت 49 اولا لا. نمشيو نحسبو نعوضو اش دي بالقيمه ديالها. اش دي هي 4.1 اس اثنان زائد دي بي شحال كيساوي ليا 5.7 اس اثنان. شحال غادي تخرج ليا؟ 4.1 اس اثنان ملي غادي تشوفوها في الكالكول شحال غتعطيكم؟ 16.81 ياك. و 5.7 اس اثنان غتعطيكم 32.49. ملي غديروا المجموع ديال هاد القيمتين بجوج غتعطيكم 49.3. ها شحال خرجت لينا هنا؟ اش دي اس اثنان زائد دي بي اس اثنان خرجت لينا باللي كتساوينا 49.3 و اش بي اس اثنان كتساوينا 49. واش متساوين هادو؟ لا. واش متساوين هادو؟ لا. هادي راه فيها 49 وهادي فيها 49.3. دونك شنو غنكتبو؟ اي عندنا بلي اش بي اس اثنان ما كتساويش ليا. شنو هي ما كتساويش؟ هي هاد الحركة هادي، هي هاد الحركة هادي، يعني تخالف اش دي اس اثنان زائد دي
بي أس إدنان. والجملة الأخيرة اللي غتكتبوا غتبينوا الأستاذ، تبينوا الأستاذ علاش درتوا هاد المراحل كاملين ودرتوا هادي أس إدنان وهادي أس. غتكتبوا ليه دابخي لو تيوريم دو بيتاغور العكسية، دابخي لو تيوريم ريسيبروك. علاش قلت لكم ريسيبروك العكسية؟ لأننا بينا نبينوا المثلث واش قائم الزاوية، والمباشرة يعني ديريكت اللي هي مباشرة كيف ما قلت لكم في الأول، هنا كيكون ديجا عندك المثلث راهو قائم الزاويه وكتخرج المسافه ديالت شي ضلع من هادو كتخرجها انت كتحسبها. صافي شنو غتكتبوا؟ دابري لو تيوريم ريسيبروك، ريسيبروك هي عكسيه دو بيتاغور لو تريانغل، لو تريانغل دي اش بي ماشي ريكتانغل، ني با ريكتانغل اون دي، ليس قائم الزاويه في دي. هنا كون كانت كتساوي ليا هنا تعود 40، يعني هاد المسافه، هاد المسافة أس إتنان كتساوي ليا هاد المسافة أس إتنان، كو كانت كتساوي ليا تا هي 49، لقينا هنا 49 وملي حسبنا هاديك أس إتنان زايد هاديك أس إتنان خرجت ليا تا هي 49. غنكتبو الأستاذ هنايا دابخي لو تيوغيم غيسيبخوك دو بيتاغور فإن المثلث راهو قائم الزاوية، بما أن هادي أس إتنان كتعطينا تساوي هاديك، هنا مخرجاتش ليا تساوي هنايا في الحالة ديالنا مخرجاتش ليا تساوي، حيت مخرجوش ليا متساويين فإن ذلك المثلث فهو ماشي قائم الزاوية في لو بوان دي. تري بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو تيوريم. هنا عطيتها لكم تيوريم ديريكت، عطيتكم تيوريم ديريكت وعطيتكم اكزامبل فيها، عطيتكم عاود تيوريم ريسيبروك، يعني تقدر تحط لكم هكا او لا هكا، عطيتكم الحالات بجوج. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي قبل ما تخرجوا. كنتمنى تكونوا درتوا لنا ابوني للقناه اللي مازال ما اشترك، لان راه 70% كيتفرجوا فيا ديال الناس ما دايرينش ليا ابوني، دونك اللي كيتفرجوا فيا ودايرين ابوني غير 30%. دونك الا كنتو كتستافدوا من القناه ديروا لنا ابوني، يعني اشتركوا لنا في القناه واشتركوا الفيديو مع اصحابكم تما باش يستافدوا، باش تكون الاستفادة للجميع. يلا شي تعليق الا ما فهمتوا شي حاجة، الى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم بخير.